يعني أنا سعيد جدا باسم مجلس نقابة محامين مصر، باسم الجمعية العمومية لمحامين مصر، نرحب بكل السادة الزملاء والزميلات المحامين اليوم الذين جاءوا ليقسموا اليمين القانونية لممارسة رسالة المحاماة. اليوم سيسجل لنا ولكم التاريخ أنكم ستدخلون عالم المحاماة، حصن الحق والعدالة والحرية. اليوم سيكون بداية جديدة لكل منكم في أن يؤدي هذه الرسالة بأمانة وشرف وبأخلاق وبعلم. مرة أخرى لن أطيل عليكم في وجود السيد النقيب العام الذي نشرف جميعا بقيادته لمجلس نقابة المحامين، وكلكم تعلمون الأستاذ رجاء عطية جيدا، المحامي الفذ الفقيه العالم الذي نشرف جميعا بأننا نعمل تحت قيادته. ولا أملك إلا أن أناشدكم جميعا بأن يكون هذا اليوم بداية حقيقية لممارسة حقيقية وفعلية لمهنة ورسالة المحاماة التي ستكون الأصل والأساس في عملكم وتاريخكم ومستقبلكم إن شاء الله. وأتمنى لكم جميعا مستقبلا باهرا وزاهرا في ظل الاحتفاظ بقيم وآداب وأخلاق مهنة المحاماة، وشرفتمونا جميعا، وأهلا بكم في حصن الحق والعدل والحرية، والسلام عليكم ورحمة الله.